مبروك اختي، السلام عليكم. السلام. وخا تفضل اختي احكي لنا فين كاين. السيدي عام عهد ملقى وهذا وجار، انا ساكنه قبل منو هنايا جاي واقيلا شي 23 عام. هو عاد جا باش جا كانت هذه السكنه، اول كانت سكنه عامره بالسكان. جا عمل مشروع، عمل مشروع فيه قهوه، ما سحبناش حنايا من المشروع، هي اي حاجه كيديرها بلا اذن ديالنا. بني 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 شويه، اذا بنا كنتفاجئوا ما علينا. اول مره كان راجلي هنا قالوا دي عمل عليا واحد هذه درق عليا، انا كان خارج داخل عملها بالقايد، مني كان القايد السابق امتثل الاوامر. ومي دابا مع ما كيبغيش، كيقول لك انا سيري فين ما بغيتي. واخا شنو المشكل عند الاستاذ القطوعه؟ كتقطع لك الطريق ولا كيدير لي كراسه في الباب. وعاد الناس ملي كيجيو انا كاس عارفه راه الدار السكنه ديال، يقول لهم ما ساكن حتى واحد تما، كيبقاو شي كلام وشي هضره والرجال بعقلهم وهما شي واحد الايام كانت الدرجه بهم كتوصل كيجلسوا هنا شي، كيقول لك هو الزبناء ديالو كيجلسوا هنا شي كلام اللي ما تقدرش تسمعوا الا ما عملتي شي تلفزيون شعلته بالجهد، والله ما تقدر تسمعوا بحال اللي جالسين معايا في الدار. تقدر تجلسي مع ولادك ولا تسمع الكلام؟ ودابا نسابي ما يقدروش يجيو عندي، الناس اللي كيعرفوني ما يقدروش، كيقول لك انت ساكن حدا قهوه شان كيبقى عايش واحد يدق يحشم يوقف عليك دقيقه، تقول لك حنا كنحشموا ندقوا عليك ولا نجيو عندك. قلتي لي كراسه كنت حطهم لي هنايا حدا الباب، حدا الباب. واحد المره مشيت للسوق وجيت لقيت الراجل متكيلي على الباب، قلت له شريف حيد نحل الباب، كيشوف فيا هكا كيحنزز فيا. مشيت قلت له الباشا قال لي جدك تحنزي فيا تيحنزز، قال لك نحل بابي، قال انا نحنزز فيا مش ثقافي نحنزز فين ما كنمشي نشكي ما كيديو. واحد القايد جابوه مؤخرا كيقول لي ما سكتيش انا ضابط، ما سكتيش عندك الحبس دير في كوزينتك. هنا قايد هاد المقاطعة كيقول لي انا تي، كيقول لي انت سايبه. قلت له دابا انا كنهضر على حقي، سايبه انا سايبه وحمقه. حاولت تهضري مع السيد من القهوه شويه ولا هي احسن؟ عينا ما كيحاولش، انا ما كنقدرش نهضر معاه، كان عنده شي خدامه شويه كنت كنتفاهم معاهم، مي دابا لا ما كنهضروا ما كنقربوا. هو بيدو كيقول لي هنا هنا ما تجلسي انت، ما تسكنيش هنا. مره جايب لي القايد كيقول لي هذا الباب عن ستالك. علاش انت فين ساكنه؟ وانت كتشوفني في ساكنه، انت الشي راه السكنه ديالي، انت كتشوفني في ساكنه ملي كنخرج. حنا اصلا هذه الدار الورا تا مقسومه، ها كيقول لي دوزي من ديك الباب، اين باب غنطلع الدار الناس نسد بابي الرئيسيه ونمشي ندوز على الدروج الناس، هذه راه كطلع للفوق. انت متضرره من هذه القهوه هذه بزاف بزاف اللي خلق القرار اللي حصل. انا على الازعاج ديال الزبناء ديالو، كيقول لك هذوك زبناء يجلسوا وصابق لي شاكيه بيهم واحد واحد، حيت هما راه معروفين هادو اللي كنهضر عليهم. انا معروف انا شحال من عام وحدايا ما كنديهاش فيه، انا لا ابالي، داير لي الريزو على السطح، خلاني مشيت عند بنتي كازا هو يعمل لي الريزو على السطح، ديك المخلفه ديال الطيور كلها كتهود عليا كلها كلها كل، يعني خصني لا صبنت الحوايج نوقف عليهم ونهبطهم في يدي. وريتهم له واحد المره داز، قلت له السي فلان شو حوايجي كي كيهبطوا؟ قال لي واخا واخا نعمل ماشي قصدي راه ولا نعمل شي حاجه لحد الان. واخا شنو البلاصه كتوجد لنا؟ حنا بدوار العسكر قصر كبير. واخا زيد كمل المعاناه. هادشي المعاناه ديالي راه كثيره مع هاد السيد هذا، دابا هو كيقول لي اون فوا تهضري كنمشي نشكي، ماشي ما كنمشيش نشكي، والشكوى سيدي ربي العزيز هذاك هو اللي غادي يفصل بيناتنا. اما هنايا اش غنقول لك؟ لا هاد رئيس الجماعه ولا المقاطعه ولا اي واحد كيمشي عنده واخا واخا سير. واخا هو دابا داير واحد البوش بينكم، هذا دايرو على الشمس بلاتي شويه غنصور لك التصويره وتشوفها. كراسه قلت لك كيزيدوا مثلا هنا، وبنادم جالس لي في الباب، ولا عندك قدره شحال قدك دابزي مع الناس؟ انت مراه كدوزي؟ انا مراه بوحدي وراجلي غايب الديار اسبانيا ماشي هنا. مراه بينو كانت شنعمل؟ هو بيدو الباب هذا القائد بيدو قال خلي يدخل يسدي عليك الباب ما تخرجيش، هو بيدو بشاد عالي قال له كتخرج وتدخل. سيده كتبقى خارجه داخله ما عرفت سيدي، ما نشري انا خبز ما نشري الله اعلم، ولا نقص على السطوحه ولا نعمل شي نفق تحت الارض باش نخرج باش يبقى له هو المشروع ناجح. انا كناشط السلطات اللي عندهم هنا عندهم
هاد اللي كيعنيهم الامر واللي عطاو هاد الرخصه واللي عطاو هاد الشيء، راه حنا مضطرين. وكان كنطالب شي واحد شي مسؤول نمشي عنده شي شكايه، يعني اللي تفصل كاين كاين المحكمه. انا عارفه القضاء غينصفني 100%، ولكن انا ما عنديش التكاليف ديال المحكمه. فهمتي كيفاش؟ عندي شكايات، عندي شكايات، انا نوريهم لك، عندي شكايات بزاف د الشكايات، ولكن شي واحد ما كيسمعش. بزاف خارجه في الرجال داخله في الرجال، خارجه الكلام ديال الرجال كنسمعهم بوحديتي. شحال يحترموني واحد كنقول لك كينوضوا من القهوه يتحرشوا بيا يتبعوني حتى لهاد الدرجه. انا علاش انا كنهضر؟ اما القهوه ما عنديش فيه، ما عندي فيه لا خسران ولا ما ضر، ما شغليش فيه ابدا. شي كثر شي من هذا صابره كنهز حوايج ونطربهم جهه اخرى ونشرهم، ما بالك القهوه. انا قويه متضرره، انا كرامتي طاحت الارض بسبب السيد هذا، فهمتي؟ ولاو يديروا لي القرده، راها خارجه راها داخله راها كدير راها كتفعل، وهادو زبانه كيجيو القهوه، هادو حاضيني في حياتي الشخصيه، حاضيني عندي بهم شكايه. التحرش قلت لك واحد تبعني حتى السوق، راه ما بقاش كيجلس هنا، وصلات والنقنيقه ما بقاش كيجلس، تبعني حتى السوق وشنقت عليه، شدت المراه قالت لي انا نشهد فيه وهرب لي من يدي. يعني بلاد ما كيحترمونيش، انا طيحوا لي كرامتي هاد القهوه هادي، طيحت لي كرامتي. الرساله ديالي انا سيدي الا كان شي جهه مسؤوله كتعنيهم الامر يهزوا عليا الضرر، راه غنضطر ندير شي حاله خطيره في راسي. انا كنقولها ماشي كنقولها هكا، غنجي لهاد الباب وغتكون النهايه ديال العمر ديالهم هنايا هاد الباب هاد، لان يسمني كتبقى له شي كرامه ما عندهم يبقى كاع سيدي. وصلت بيا فايت العظم، انا غندير شي حاله كارثيه في راسي، ماشي بنادم انا كنقولها وصافي، شي حاله كارثيه نديرها هنا وتصوير تصوير غادي. انا دابا كنعلم المسؤولين، مي ملي غتوصل لواحد الحاله اقسم بالله وكنقسم فمي بالله حتى نعمل شي حاجه حاله كارثيه في راسي، ويكون السبب هو انت كطبيب الانصاف ديالك. بطبيعه الحال لانه هو عارفني انا ما عنديش امكانيات، كنت عندي امكانيات نعمل له دعوه لرفع الضرر غادي تهز سيغ بلاص. عارفه ان عندي في القضاء عندي الثقه التامه. وانت كطالب الانصاف ديالك بحق الانصاف ديالي، شوف لي انا ما كرهتش شي واحد يساعدني عليه، لانه هو كيقول لك هو ما يقاتل لي حتى شي واحد، ما عندي فلوس انا وانا وانا، انا كخرج لابوبيل الباب ديالي وغادي داعيني قالوا كتخرج الزبل، في غادي ندير الزبل وحتى يدوز الزبال في 11 الليل عاد خرجيه. مشى للمحكمة قالوا له ما تحمق، مشيت عملت جبت العون القضائي شفت شاف كل شيء كيكذب، دار لي شكاية كيدية يعني باش كيقول لهم هي ما تبقاش ساكنة هنا، أنا في عندي مش أنا ما غنخرجش حتى غنخرج ميتة من هنا. أنا داري غنخرج ميتة من هنا صافي، وهو عاد جا البارح أنا غيخرجني من دار في عندي مش. وخا انت كطبيب بطبيعة الحال الانصاف ديالك مسؤول. الانصاف ديالي إلا كان شي مسؤول ولا كانت شي جهات معنية بالأمر وقفوا معايا، انا بالله وشرع من هاد السيد هذا، انا بالله وشرع منه، هو عنده فلوس حنا ما عندناش فلوس، عندنا سيد ربي يعزز.